شفت انه برشا تحذير وبرشا برايف وخاصة انه خلينا نقولوا ياسر جرادي ولد شراح ببورقيبة، ياسر جرادي الفنان الملتزم، ياسر جرادي اللي كل ما فما مانيفستاسيون وكل ما فما هبلة فنية اللي هو موجود اليوم بالحق هبلته ياسر ديما حاضر ديما موجود ديما متفاعل. ما ينجم يقول لك الحرب اللي نعيشوا فيه الكل كان بالموسيقى. مجموعة من الشباب يعطيهم ألف صحة. المهرجان هذا قبل كان اسمه مهرجان الأغنية، الحقيقة بكل صراحة كان مهرجان فاشل، خذوها الشباب هذوما حاولوه على هالاحتفالات هذيا والشيء الكبير هذا، دونك ما نجمو كان نشجعوهم. يعطيكم الصحة سي عايشك عايش. باش نسألكم سؤال كهو، شنو هي اللي خلي انتاجاتكم الفنية كل تميل أكثر للالتزام، ديما تقدموا أغنية ملتزمة؟ خاطر احنا ممنين اللي الأغنية ما تنجم تكون كان جميلة، هذاك هو مفهوم الالتزام. معناها أكيد فما الفكرة فما القضية، أما زادة فما الجمال، إنه هذوكم زوج يمشيو أون باراليل. قبل كي تجي تشوف انت في تاريخ الاغنيه في العالم وعند العرب، تلقى اللي جنرالمون الاغنيات اللي فيهم فكره واللي فيهم فكره موسيقيه و فكريه هما اللي تسموا الاغنيه الملتزمه. اما الاغنيه الملتزمه هي مش محصوره في القضيه. الاغنيه الملتزمه بالنسبه لي انا اكبر وارحب، معناها هي الاغنيه اللي تمس الانسان اللي تخاطب له روحه.
باش نجاوب على الترم هذايا اغنيه ملتزمه يعني حتى الحب التزام فمش مش بالضروره انه اكشفت معناش خطابات سياسيه في الاغنيه نتاعنا مانيش نرفعوا في الشعارات احنا حتى كان فما فكره سياسيه ماهيش شعار هي جمله هي جمله هي حكايه على بلاد تاريخها حاضرها ناسها اي حاجه تتبع الانسان معناها الالتزام هو انك انت تلتزم بقضايا الانسان قضايا الانسان فيهم الحب زاد ان شاء الله تجي برشا غنيات تحب على ليه جايين فما غنيات تحب صلح صلح نشوف عمل في كلمة توصية ممكن نجم تقول شنعة حاجة سيرسان حاجة مش باش نقولاني توصية معناها الموسيقى اللي في وسط الخدمة تعبر بحاجة قديش معقول صون توصية نبدا شنعة سيرسان حميدة ممكن هي الكلمات العامية اللي تعبر أكثر من معناها مصطلحات معناها في العلوم الموسيقية والحاجة كنما احنا بالنسبه لنا احنا كما وصفت بالضبط هذا اللي احنا حاسين ممكن عادينا الجمهور كيفاش تحملت المراره قلبك عديتها ولقيتها تعمل حنظل والصباره بريغلو كاو يوسف التيم تاع ال اوكي دونك نيك هاي اللي سي بون قاعد قايد بريغلو صحيح هي دونك عندي بليز اي مدير انا هذا